معكم جميعا في مهرجان هفرين للسلام، الخطابي تحت شعار دحر الاحتلال النضال من أجل السلام، وذلك في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاد كل من هفرين خلف وفرهاد رمضان. ندعوكم جميعا للوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكراما لأرواح الشهداء شهداء الحرية والكرامة. لنستمع سوية إلى كلمة صوتية مسجلة للشهيدة هفرين خلف، والتي ما زال كلامها محفورا في قلب كل وطني يبتغي نشر السلام. كلمتنا بأننا نريد أن نحيا جميعا، جميع مكونات الشعب السوري القومية والدينية على أرض سورية حرة، ندافع عنها ونحميها، ونؤكد على وحدة جميع الأراضي السورية، وسنبقى نقاوم للحفاظ عليها وعلى حريتها، وسنسعى أيضا لاسترداد واستعادة كافة أجزاء الأراضي السورية المحتلة. لن ننسى عفرين، لن ننسى الباب وجرابلس وعزاز وأي جزء من الأراضي السورية. ستسعى الشعوب السورية لإعادتها، إنما نحن ننادي بأننا لا نريد حربا على المنطقة، إنما مبدأنا هو مبدأ الحوار. نجتمع اليوم لنستذكر جميعا الذكرى الرابعة لاستشهاد الرفيقة هفرين خلف، الأمين العام لحزب سوريا المستقبل والرفيق فرهاد رمضان. وبهذه المناسبة مهرجان الشهيدة هفرين للسلام، نقول كل الفخر والاعتزاز بكم من رفاقكم، رفاق دربكم ونضالكم في حزب سوريا المستقبل. نستذكر اليوم استشهادكم وتضحياتكم دفاعاً عن أهلكم وشعبكم وأرضكم وبلدكم سوريا، التي ما زال جرحها ينزف حتى هذا اليوم. أصبح لدينا اليوم نساء سياسيات خرجنا من رحم معاناة الثورة السورية، ومنهن الشهيدة هفرين خلف التي ناضلت بكل إصرار وعزيمة من أجل تأسيس حزب سوريا المستقبل في ظل مرحلة حساسة ومصيرية يشهد لها تاريخ سوريا. وفي وقتها أبدت تجربة سياسية الأولى من نوعها في إبراز دور المرأة ومشاركتها في صنع القرار وحمل الرسالة الوطنية، وسلكت أرقى طرق النضال والكفاح من أجل وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وعملت على إنهاء المعاناة السورية على أساس ومبدأ الحوار السوري السوري. يا أنشود النصر كل سنة تذكر، يا نبراس يدق قلوب العاشقين، انتي مثل لكل حرة أبية، وعلى درب الشهادة أقسى من اليمين، وعلى درب الشهادة أقسى من اليمين. تشتر بيها فرين خلف تيكرن وهاتيكرن ودمشق سريدة أز دبيجم سيهم داود قتا من هذا الدواء وقت دايقا فرين خلف ودوبارشي وقت شناكي كرد أزباني حميش نادكم دستي خفتم دستيها لحبر في خياناتين حبر في بيب اختيين وصرت كتن يا ملعب كتن شي يا خاينو ببغطية ودوبارا عند بجن ما سرفش كسير أنا طواندية طيبات جن سرفش كسير أنا طواندية وجن مقوش ودنا بجي ويسري جن حبر كسينا طويني برفضان شيانا زيدي برفضان اللي بيش أمانينا برفضان شيانا برفضان شيانا بجي 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 على فراقها، فأصبحت قوتنا أكبر من هذا الألم، وستفوق
شمس الحرية من جديد، ولا بد أن ينتهي القتل والظلم. باسم مجلس عوائل الشهداء لشمال وشرق سوريا، وباسم كل أم شهيد ذاقت لوعة الحرمان والفقدان، نقول للاحتلال التركي: كلنا هبرين السلام، وسيأتي يوم ولا بد أن يتحقق السلام المستدام. بنت ديريك، نعم، لكنها بنت سوريا ترابا وسمعا. بنت ديريك، نعم، لكنها بنت سوريا ترابا وسماء عرب كرد. وما الفرق إذا أصبح الحلم لدينا بالتمام؟ عرب كرد، وما الفرق إذا واحدا صرنا إخاء ونقاء؟ آه يا هبرين، ما زال الندى يذكر الخد الذي أكلك. فمنذ دخولها معترك الثورة والسياسة انتهجت مبدأ أخوة الشعوب والعيش المشترك والحوار الدائم، وأن سوريا لكل السوريين، وعرفت برائدة السلام لدورها البارز في تآخي المكونات في مناطق شمال وشرق سوريا، في مرحلة سادت فيها الفوضى والتقسيم والصراعات الطائفية والقوموية والحروب الممنهجة التي عصفت بسوريا، وما أسفرت عنها من الخراب والدمار وارتكاب المجازر والإبادات. ورغم صعوبة المرحلة وسط صراع كبير، استطاعت أن تحقق تطورات ونجاحات كبيرة. أيها الحضور الكريم، إن الشهيدة هبرين هي نموذج المرأة السورية التي تسعى لتحقيق أمان شعبها السوري من خلال العمل السياسي والحوار الوطني الهادف عبر حزبها السوري، حزب سوريا المستقبل. وإن الدرب الذي رسمته الشهيدة هبرين خلف من خلال نضالها السياسي ومن ثم استشهادها في سبيل تحقيق السلام لبلدها سوريا، هذا الدرب قد أصبح مسلكاً للعديد من النساء السوريات اللواتي أدركنا أنهن أدوات تحقيق السلام، ولا بد من تفعيل هذه الأدوات لتحقيق السلام والاستقرار لسوريا. دلي هبري وكرو جابا هي اللي تدا بروج شباب، قد ناوزنا ناهدنا شكيلتي بهنا قلابا، هفرين ياسمي ناسورية أو قليلقا آشتية أو سمبولا برخداني زاروكا بيريه كريه. ونؤكد في تجمع نساء زنوبيا أننا سنعزز القوى الدفاعية في مواجهة هجمات الإبادة التي تطال المرأة الرائدة ونبحر المحتلين وأعداء المرأة. لقد كانت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هبرين خلف إحدى رائدات ثورة شمال وشرق سوريا، وقد جسدت في شخصيتها جميع قيم ومعايير هذه الثورة. سنبقى على العهد باقون، كلنا هبرين، كلنا شهداء، كلنا درب شهادة. نحن اليوم قوات سوريا الديمقراطية على الجبهات نقوم بالتصدي للعدوان، ونعاهد الشهداء وذويهم بأننا سنكون على الطريق سائرون. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. سيدة نديم ميتلة، والتي كان لها دور كبير في تسليط الضوء على الجرائم الإنسانية التي ترتكب من قبل الاحتلال التركي، وكما ندعو السيدة نديم ميتلة لتسليط الجائزة. First, I'd like to give my condolences, of course, to Hevrin and Farhad's families and all of the martyrs' families for all you have lost, including those that were lost this week. بالبداية بحب أقدم تعازي بشكل خاص لوالدة الشهيدة هفرين خلف ووالدة فرهاد وجميع شهداء شمال وشرق سوريا الذين فدوا بأرواحهم في سبيل الشعب.
It's so special to accept this award in Havreen's name, because she will always be treasured for the impact she had on the region, which has inspired so many of those of us around the world, and her inspirational leadership working towards building long-term peace and stability. فأنا كتير لي شرف بحصولي على جائزة السلام في مهرجان استذكار الشهيدة هافرين خلف. طالما في هذا اليوم أريد أن أقول أن هافرين خلف ستبقى الثروة التي ستتم تذكرها دائما وستبقى في قلوب الجميع، وكمان ايضا يعني قيادتها التي ستلهم الجميع خاصه في المجتمع الدولي ايضا ومنهم نحن. And I'd also like to share this award with those who support me in my trips here, including Freedom Research Foundation, and that bring me here and help me to be able to tell your story. وبحب اشارك الجائزه هي مع الفريق اللي دعمني كمان ومع كل شخص دعمني بمسيرتي بمساعده الأهل في شمال وشرق سوريا والمشروع ومنهم مؤسسة بحوث الحرية. هناك هدية مقدمة من والدة الشهيدة هافرين خلف إلى الأمين العام لحزب سوريا المستقبل الرفيقة سهام داود والرفيقة محمد هباشي.